قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فالمعيشة الضنك. قال: فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده، ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ما أجمل هذا الكلام! الحياة الطيبة إنما تكون في طاعة الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الدين والإسلام ما جاء من أجل العنت ومن أجل التعذيب، لا، إنما جاء من أجل راحة القلوب. الإنسان لا بد له من معبود، ولو بلغ ما بلغ، فإن عبد الله سكن قلبه، وإن عبد غير الله زاد تشتته واضطرابه وضنكه وضجره وبعده من الله جل وعلا. في قول الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. في قوله في نعيم، قال ابن القيم: في الدنيا والبرزخ وفي يوم القيامة. وفي قوله: وإن الفجار لفي جحيم، في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وهذا حال الناس، يعني لا هم إلا الدنيا، فلان بنى، فلان اشترى، فلان عمل، فلان نال، وعلى هذا الحال فتتقطع أنفسهم حسرات. قال، وما استدل بهذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله له رسالة في شرح وتفسير هذه الآية، يعني الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، من أجمل رسائل هذا الإمام رحمه الله.
قال: ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة، وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذاته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. سبحان الله. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذا الحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والمحقق يقول: هناك رسالة للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، وهذا الرجل من علماء الحديث الكبار، مصري، والشيخ رحمه الله الوادعي كان يثني عليه، التقى به ويقول متبحر في علم الحديث. وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الحديث متفق عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.